صعب ان الواحد يكتشف ايه التغيرات اللي حصلت فيه بفعل السنين وبفعل تراكم الخبرات وبفعل التجربه الانسانيه. فانا بعتقد ان انا بعمل الفيلم برضو باحساسي زي ما كنت بعمل الفيلم باحساسي. احساسي دلوقتي اكيد مختلف عن 7 سنين فاتوا، خبراتي اختلفت، التجربه الانسانيه اللي انا عشتها اكيد زودت مدارك ما او قللت قناعات ما في دماغي، اكدت على قناعات ما. كل ده بتكتشفه بعد ما بتخلص الفيلم وبتشوفه مع الجمهور زي اي حد. فبتشوف انت الجمهور بقى يكتشف اكتر منك كمان ويحط ايده على الفروقات. والله انا هذا قدري. نعم. يعني انا ما بزعلش على فكره. نعم. انا لو كلمتي مرت مرور الكرام يبقى كني ما قلتهاش. نعم. فمعنى كلمتي بتقلق ناس. نعم. وتلقى يعني صدام عند ناس واستحسان عند ناس واستهجان عند ناس، يبقى انت قلت كلمه ممكن تعمل حاله جدل، جدل بمعنى العلمي اللي هو الديالكتيك، التاثر والتاثير، ويبقى الكلمه لها معنى. يعني انا مؤمن بالمقوله اللي بتقول ويلي من نار الكلمه ان لم تجد من يسمعها حتى او يصفعها. فلما كلمتك حد يصفعها او حد يقف في طريقها عشان ما توصلش، تعرف انها كلمه قد تكون مؤثره، عشان كده بيحاول يمنحها. واللي بيتصدى ليها وبيتصدى للفكره ديت بعصبيه بتعرف ان اللي انت قلته يثير حفيظه حد، وبالتالي انت حتى لو انت غلطان على فكره في الرؤيه ديت، في النهايه انت عملت حراك ثقافي، فخليت المجتمع يتحرك، خليت الناس تفكر. واعتقد دي احد وظائف الفنون، ان احنا ندفع الناس للتفكير، طبعا بجانب التسليه وبجانب الامتاع البصري، لكن ان انت تعمل فيلم فتدفع المجتمع لحاله من النقاش، لحاله من الحراك، اعتقد ان ده هدف نبيل للفن. يعني انا قبل ما بطل سينما عملت فيلم اسمه كلمني شكرا. نعم. هذا الفيلم بيتحدث عن اللي حضرتك بتتكلم عنه، على ثورة الاتصالات كيف أثرت في منظومة قيم المجتمع العربي وكيف غيرت نظرتنا للحياة. أنا بعتقد أن اللي حصل في السنوات الأخيرة سواء بفعل الحركات الثورية أو الحركات الشعبية أو حركات اللي انتهت وأدت إلى فوضى، كل دي تجربة ما هيش سهلة، زائد انه في فاكتور جديد دخل على العالم كله مش على العالم العربي بس، وهو ثورة الاتصالات والسوشيال ميديا والى اخره. اعتقد ان الحاجات دي كلها خلت العالم من 5 دقائق فاتوا مختلف عن العالم دلوقتي، وبالتالي انا مدرك التغيرات اللي حدثت، انه ماء كثير جرى تحت الجسر. يعني ارجو ان انا اكون ادركت هذه التغيرات، وان انا قدمت فن اولا يليق بوقت الناس ويليق باللي وصلته البشريه. لا انا مش بتمنى، انا بس نفسي لما اقدم دراما تلفزيونيه اقدمها بقواعد فن تكثيف اللحظه، مش فن مط وتطويل اللحظه. للاسف معظم المسلسلات اللي بتقدم فيها فن تطويل اللحظه ومطها، وبالتالي مش عارف اشتغل يعني انا اشوف الدراما ديت، قد تكون الدراما اللي انا اراها ديت ما تحتاجش اكتر من 7 حلقات. نعم. وقد تحتاج 13 حلقه وقد تحتاج 60 حلقه. نعم. على حسب الدراما اللي موجوده تستحمل كام حلقه، لكن ان انت يديك اي موضوع ما يستحملش 4 حلقات ويقول لك لازم تعمله 30 حلقه، طب انا هضطر اطول وامط واسترسل في حاجات ملهاش لازمه. فاول ما الاقي الموضوع اللي اقدر اعمله في 30 حلقه زي ما هم بيطلبوا، لانه دايما هم بيطلبوا 30 حلقه، فباذن الله هعمل ده. عندي فيلم كبير بصور فيه بقالي اكتر من 6 شهور عن الحركات الاسلاميه المتطرفه والارهابيه من الجذور الى المآلات. نعم. من اول اسبابها وتحليل حول هذه الظاهره التي انفجرت وسيطرت بعد ثورات الربيع العربي. هل لها علاقه بثورات الربيع العربي ولا ملهاش؟ هل هي انتهزت هذه الفرصة وظهرت، ولا هل هي كانت من أسبابها؟ هل هو التأويلات الفقهية المتشددة سبب انفجار هذه التيارات الإرهابية وسيطرتها على بلدان وإقامتها لدولة، ولا هو الاستبداد السياسي سبب، ولا الفقر وسبب؟ يعني لازم نبحث عن أسباب. إحنا عندنا ظاهرة
انفجرت في وشنا كأن احنا كنا في حتة تانية وفجأة لقيناها قدامنا. فإذا لم نبحثها بعتقد ان احنا مش هينفع نتصدى في المستقبل لأي إشكالية زي ديت. فأعتقد انا عامل الفيلم ده بحث منهجي مصور حول الجذور والمآلات، ايه استشرافي استشرافنا للحركات ديت، ايه جذورها، ايه اسبابها، ايه العوامل، ايه الدول اللي راعت، ايه الدول اللي دعمت ومولت، يعني كل الحاجات ديت موجودة في الفيلم.